وأنت لا تريد بإحسانك إلا وجه الله. وأنا أعرف رجلا من أهل مصر حج قبل 32 عاما يوم كان شابا، ثم لما ركب السيارة التي تحمل 9 أفراد كان في المقاعد الأمامية رجل وامرأة، وكان في المقاعد الخلفية امرأة طاعنة في السن محرجة من شدة الزحام، وسنها وبدنها لا يساعدها على ذلك. فذهب هذا صاحبنا أو نتكلم عنه يعني إلى الرجل الذي في الأول، وأخذ يقنعه أن يعود حتى تتقدم هذه المرأة المسنة، فأبى فما زال معه فقبل. فرجع الزوج الذي كان مع زوجته تأخر، وتقدمت هذه المرأة المسنة. لما شعرت بالراحة واستطاعت أن تطلق قدميها قالت له بلهجتها، لكن هذا مجلس علم لا يتكلم فيه بغير فصحى، قالت له: ما معناه باللغة لا حرمك الله من الحج كل عام؟ حج إلى الآن أنا أعرفه 32 حجة منذ أن دعت له، حج 32 حجا حجة منذ أن دعت له تلك المرة، ويأتي عليه العام ويدن الحج ولا مال معه أحيانا ولا نية له، فإذا به من غير أن يشعر يساق إلى الحج سوقا ببركة دعاء امرأة. يقول علي رضي الله عنه: إن الله أخفى 2 في 2، أخفى رضاه في العمل الصالح، فلا تدري أي عمل صالح صنعته هو لله أرضى، وأخفى أولياءه في عباده، فلا تدري أي عباد الله هو ولي لله. فأنت أيها المبارك اصنع المعروف وأرد به وجه الله، فلعلك تصنعه في رجل لا يعرفه الناس، وهذا أولى، وله عند الله دعوة مستجابة، فيدعو لك فيكتب لك التوفيق، وأنت لا تدري من أين جاءك ذلكم التوفيق، لكن الله رحمك فيسر لك سببا تصل به إلى مقصودك. بلغنا الله وإياكم آمالنا فيما يحب، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.